انا مشكل كبير بالنسبه للصحه، كنهضروا على الصحه على ظل الامور. اما اللي قلتوا لي الولاد راه كنت تلقى شويه وساهل الدار وساهل الدار، هي الناس دابا الا ديروا لهم واحد العداله مهنيه، يعني هذوك الناس الا كنتوا كتنظروا لهم كتقولوا غير مفننين، قلنا لهم حنا راه ما عندناش مشكل، قلنا لهم اسيدي قلنا لهم وتمارس عليهم باش كيتمارس على مول المخبز، لانه كاينين دي شارج فيكس اللي عند المخبز راه بلاش، هي اللي عند هذاك مول الكراج، لانه مول الكراج ملي كيسي واحد الخمسه ديال ديك تعجنها وتلات صغيره راه ما تيخسر عليها لا لومبارج، ما كيخسر عليها البنات اللي كيبيعوا ويشري، ما كيخسر عليها ادنى عوامل النظافه ما كايناش. وانا نقول لك واحد القضيه، نعم سيبا كون كنا جبنا هذا التصور ديال المخابيز، هذو خلافات هذوك مخالفات هذوك، انا ما عندكش اسماء لا اللي عندهم مخالفات حنا موجودين، لا لان عندهم مخالفات مزيان اللي نوريك كاين في بعض المخابيز كاين تفاعل وهيك انا حتى من هذا الجانب ما بغيناش ندخلوا في الحيثيات هنا دروس عامه هذا الوضع اللي قال لك السلام عليك اللي قال شو المخابيز هي اللي عدت لها الوضع اللي شوف انا ما عنديش راه التليفون ديالكم اللي كيديروا راه كيشوفوا حنا دابا ماشي الاستاذ تيقول لك يقنعوا حيت حنا ماشي الجهه المختصه اللي خاصها حنا دابا حنا كنهضروا على من جهه الصحه فهمتي انتم عمرنا مكتب الصحه كنهضروا على من جهه الصحه اما كنا هضرنا مع الوكيل ديالك نمشي مع سيدي ادريس اللي عندي العون تاع نمشي مع الوكيل ديالك الولايه جينا هنا جينا هنا ودينا الشكايات مقاطعه محليه ولا لا حتى واحد ما كيقول لك وراه ديجا واحد الحنين هذيك النهار ما قادرين نروح هذا ومن بعد ما
كان مشكل هي اتفق على الوضع وتزال الوضع مشكل لا مشكل. أما بالنسبة للشروط الصحية اللي كنت يهضر عليها الدكتور أشكر هذه المسائل غدا باش ما تسداش غادي نجيو وبعد نصيبو هنا ونديرو لي موستيكار ونديرو كليماتيزور وغادي نديرو كذا، ولكن حنا إلا بغينا نحافظو على هذا الشيء يبقى خصنا نزيدو واحد جوج العمال اخرين اللي غيحافظو لنا على دوك لونتروتيان ديال 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 هذاك المحل باش المشكلة في الكليماتيزور هو الحل، ولا غادي نزيد هذا المورد هو الحل، ولا راه الناس ما بقاش عندها الطاقة باش تزيد عمال. الناس دابا على وش الإفلاس، ما كنهضرش على مقاييس معينة اللي هما بعاد على التنافسية، أنا كنهضر على المقاييس اللي في الأحياء، اللي المقاييس اللي في الأحياء راه وصلوا لدرجة الإفلاس، راه ما غاديش يدخلوا في هذا النطاق هذا كيتسناو شي حل، الله أعلم، لأنهم ما عندهمش مداخيل، راهم كنعرف ناس حالين على ود يلقاو التناكل يرجعوا في كوني من 20 الناس ولا 15 الناس، حيت خدام عندي 20 عام 15 عام 10 سنين. قال لكم راه كنصور لان بغيت ما كنصور والو، فاذا به يجي يقول لي اودي غادي نجيبو ناس اخرين اللي غيسهروا لينا لا الشروط الصحيه، لان الشروط الصحيه راه ما كتلقاش شي راكور راه تيخص اللي يسهر عليها، لانه هي يعني عامات يكون الخدام ما يمكنش هو انت غادي تجيب ليه المورد وغادي تريقلو ليه في واحد الدرجه معينه كي قال الدكتور وغادي تقول ليه اودي راه لاكريم راه تيحتاج هاد الدرجه والبيض كيحتاج هاد الدرجه واش الشوكولاط كيحتاج هاد الدرجة، هو ما عندوش سوق في هادشي، ولكن تيخص تحط شي واحد اللي هو طاري هاد المسائل هادي، ولو بغينا نجيبو هاد الواحد اللي يسهر لينا على هاد المسائل هادي، تيكون مكلف باش يغير واحد، يعني لو بغينا نديرو خصنا نديرو جوج، واحد كيكون في الصباح وواحد في العشية، وهاد الناس هادو كتكون الأجور ديالهم طاغية بزاف، هنا تيلقى مولين في البازا، لا مازال المخابز اللي كنقولو عندها دخل، ما عندهاش مشكل، ولكن قليلة بزاف، ما كيمكنوش 5%. راه 95% نقول لك فيهم 30% راه باقي شادين شويه، اما 60% راه فشلوا كاع ما عندهمش باقي فين يزيدوا شي حاجه، باش نكونوا واقعيين، حيت الكلام راه ساهل يتقال وساهل يتصنف، ولكن في التنفيذ في الواقع راه صعيب. اسمح لي مرحبا اسمح لي يمكن هذا الموضوع كنا ناقشناه على خطر بدا هو منكم يعني نعم طبعا هو منكم كنا الاول هذا الموضوع دابا هنا عندنا دعوة موضوع آخر وهو في إطار العمل ديالنا وفي إطار الواجب ديالنا خصنا نديرو